الله. السلام عليكم. احد المتابعين يقول حيل متاذي اني عندي هشاشه بجسمي وفقراتهم تعبانه خطيه. استاذ العزيز، كمون ونعناع او حبه سوداء وبذر الرشاد، من كل شيء تجيب بلفين بثلاثه تخبطهن سوا، تفور على الطباخ وتشربه على شكل شاي. شو طبخه مات شاي، كوب بالنهار وكوب بالليل، واهم شيء الصلوات يوميه الف الى روح سيده الزهراء. وليه ما تطلي اذا تقدر كل يومين ثلاثه تدهن ظهرك وتبات بي، كلش زينة إلك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أحد الأخوة يكتب لي عندي زوجتي يومية زعلانة وما تطيعني، شنو الحل؟ أستاذ العزيز، قلم رصاص وورقة مال استنساخ، تكتب صورة الرحمن بظهر الورقة، تكتب اسمك الكامل واسم زوجتك الكامل وتنوي النية اللي أنت تريدها، بنية المحبة، بنية المودة، لا تكتب غير نية، يعني النية الصالحة تكتبها، تطبق هاي الورقة وتنشال على شكل حجاب بمحفظتك. وأهم شيء الصلوات يومية ألف إلى روح سيدة الزهراء، وبغرفة النوم تعلق حديث الكساء بشكل مستمر، يعني يومية تسمعه مرة زين بين يوم ويوم، بإذن الله تعالى الوضع راح يرجع جدا طبيعي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أحد الأخوة كاتب لي رحمة الوالدة كنطيني علاج ضعف الأعصاب، أطفالي خطيه، يعني يشكي يقول اطفالي ثلاثتهم اعصابهم تعبان وما يقدرون يمشون. العلاج كالاتي من القران الكريم، 20 لتر مي تقرا عليهم سوره الاسراء وحديث الكساء، واذا ما تعرف تقرا اعلقهم من اليوتيوب واثناء القرايه غطيهم براي اهل البيت. هذا المي يشربون من عنده باي وقت يعجبهم، كل ما يخلص هذا المي تكرره اقل من 3 اشهر 4 اشهر باذن الله تعالى وضعهم راح يصير كلش طبيعي. واهم شيء من ينامون تعلق يم راسهم حديث الكساء، وانت جنابك تلتزم بالصلوات يوميه الف الى روح سيده الزهراء مع طلب النيه. السلام عليكم ورحمه الله. يا الله. السلام عليكم. احد الاخوه المتابعين يكتب لي يقول عندي خدر برجلي وايدي، هنا علاجك من القران الكريم، وراح راسك يبرد نهائيا، 20 لتر مي تغطيها براي اهل البيت، تقرا عليها سوره الاعراف وحديث الكساء، اذا ما تعرف تقرا تقدر تعلقنا من اليوتيوب. قلاص مال مي الصبح والظهر وبالليل، واهم شيء الصلوات يوميه الف الى روح سيدة الزهراء، مجرد ان تخلص هاي ال 20 لتر تطيب باذن الله تعالى. ملاحظه، الدبه مال مي ارو ترى 20 لتر، عمود لا تدوخون وتجيبون دبات وهاي، وانا خادم لكم، اي شيء تحتاجون اكتبوا لي بالتعليق. الله. السلام عليكم. احد المتابعين يقول اريد علاج القولون التقرحي المزمن. استاذ العزيز، راح اعطيك علاجين، العلاج الاول بالقران الكريم والعلاج الثاني بالاعشاب، اثنين تستخدمهم سوى. تجيب 20 لتر مي تقرا عليها 114 مره سوره الفاتحه مع حديث الكساء مره، واذا ما تعرف تقرا تعلق تكرار من اليوتيوب. هذا من باب تقول وجه الله ثواب سيدة الزهراء بنيه الشفاء، ثلاث كواب مي تشرب من هذا المي باليوم، ومن تخلص اذا بعدك ما مستقر تقدر تكررها. اما الاعشاب كالاتي، زيت الكمون وزيت النعناع، الكميه متساويه، تخبطهن سوى ملعقه كوب باليوم مرتين، وباذن الله تعالى ترجع فوق الطبيعي. والأهم من هذا الصلوات يومية ألف إلى روح سيدة الزهراء مع طلب النية.